السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة احنا كده اخدنا الفلاورز واخدنا البارك، يبقى يعني هاخد النهاردة بإذن الله الوود اند جولز. يعني ايه الوود وانواع الوود؟ طبعا الوود هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن كل التيشوز الموجودة انسايد الكامبيوم. انواع الوود الموجودة عندنا الساب وود، وعندنا كمان الهارت وود. الساب وود اللي هو الاوتر وود ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى living and functioning. يعني ايه بيبقى living and functioning؟ يعني لسه بيقوم بالوظيفة بتاعته اللي هي في الووتر ترانسبورت. بنلاقي ان الساب وود ده ما هوش medicinally effective او medicinally important. ده اللي هو مين؟ اللي هو المين اللي هو الساب وود اللي هو البارت ده. يبقى احنا في الاول خدنا البارك اهو، وبعدين بعد الكامبيو، وبعدين هيبقى عندي الساب وود. طيب الهارت وود اللي هو الجزء الداخلي خالص ده اللي بيبقى الانر بارت، ده بيبقى ميت، بيبقى ديد، مفيش فيه اي وظيفة، نوت فانكشنينج، وبالتالي ما بيعملش ووتر ترانسبورت. وفي الحالة دي بيبقى ايه؟ بيبقى ده اللي بنستخدمه medicinally useful، ده اللي بيبقى فيها الactive constituents. يبقى الactive constituents او medicinally useful wood ده بيبقى هو الhard wood، لكن sap wood ده اللي بيبقى still functioning في water transport and not used medicinally. طبعا دلوقتي لازم يبقى السؤال، ليه الhard wood بيبقى not functioning؟ ده نتيجة ان بيبقى فيها balloon like extensions جاية من الزايلم برينكما passing through the bits and block the vessel. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي ده الفيزل بتاع الزايلم، وبعدين يبتدي يطلع فيها balloon like extensions زي ما احنا شايفين كده، عمالة بتنمو تنمو 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 لحد ما بتقفل الفيزل خالص، وبالتالي بيبقى not functioning في الووتر ترانسبورت. طيب اللي احنا شايفينه ده ال S وده ال TS بتاع مين؟ بتاع الفيزلز شوينج وهو فاضي مفهوش تايلوزس، لما بتبتدي التايلوزس اللي هي البالون لايك اكستنشن دي تتكون، وبعدين تقفل لي خالص الايه الفيزل. ايه هي الاكسترنال كاركترز بتاعت مين؟ بتاعت الوود. الترانسفيرس سيكشن، هنشوف الترانسفيرس سيكشن بلاقي ايه بيديني في الترانسفيرس سيكشن. لما اجي اقطعه بتديني شو انيوال رينجز، بتديني حلقات كده، بتديني على الجروس الانيوال. كل حلقه من الحلقات دي is formed of outer dark autumn wood. الاوتر او الجزء اللي بره ده اللي هو بيتكون في الاوتم وبيبقى داركر، وبتديني الانر اللي هو بيبقى فاتح lighter spring wood ده اللي هو بيبقى موجود في المناطق المعتدله. طيب ايه هي انواع الوودز؟ انواع الوود في منها عندي diffuse porous wood، في منها عندي الرينج porous wood. الديفيوز porous wood ده لو جينا نبص ده عبارة عن ايه؟ قطاع عرضي في ال TS في الوود، وده قطاع عرضي برضو في وود تاني. لو جينا نبص هنا الفتحات الكبيرة دي هي شكل الفيزلز. بصوا كده الفيزلز موجودة هنا في النوع الاولاني هتلاقيها scattered distributed موجودة كده في كل حتة، لكن هنا في حالات النوع الثاني هتبقى موجودة على هيئة ايه؟ موجودة localized، وبالتالي هتلاقيها موجودة في line، وراها اللاين الثاني، اللاين الثالث، اللاين الرابع، موجودة على هيئة concentric rings. يبقى النوع الاولاني اللي هو diffuse porous wood بتبقى فيها large vessels، بتبقى distributed throughout the wood زي في حالة مين؟ الكواشيا wood. الرينج porous wood ده عبارة عن ايه؟ large vessels، الفيزلز دي بتبقى موجودة في السبرينج وود، موجودة على هيئة concentric ring. ادي حلقة وادي الحلقة التانية، ادي الحلقة التالتة، ادي الحلقة الرابعة، وهكذا. وبالتالي بلاقيها مصفوفة مش scattered، لا بلاقيها مصفوفة على هيئة ايه؟ على هيئة lines ورا بعضها. ده كمثال عليها في حالة السافرس وود. الوود بارينكما ممكن الاقيها موجودة diffuse، ممكن الاقي ليها ايه؟ نو ارينجمنت، سبيشال ارينجمنت. طيب ده بالنسبه لمين؟ يبقى احنا كده اخدنا الفيزلز، نيجي بعد كده الوود برينك ما اتكلمنا عليها. في حاجه اسمها جرين اوف وود،
ايه هي الجرين اوف وود؟ ده هو الابيرنس اوف وود، شكل الوود بيعتمد على الارنجمنت بتاع الفايبرز، وبالتالي ممكن اقول عليها ستريت جرين وممكن اقول عليها انترلوكت جرين. يعني ايه ستريت جرين؟ ستريت جرين ده بتبقى ستريت بارلل روز، وبتبقى سبليت ايزلي، وبتديني سموث سيرفس. ده معناها ايه؟ معناها ان الخطوط بتاعت الوود بتبقى عبارة عن ستريت بارلل لبعضها، صفوف بارلل لبعضها، وبتتفصل من بعضها بسهولة جدا، وبتديني سموث سيرفس لما باجي افصلها من بعض. ده في حالة مين؟ في حالة الكوش. لكن في حالة الانترلوكد جرينز بلاقي ان الفايبرز بتبقى مش شبكة مع بعض، كروست ايتش اذر، على هيئة رايت انجل، على هيئة زوايا قائمة، وبالتالي بتبقى عاملة شبكة، تيجي تفصلهم من بعض تبقى صعب جدا ان انت تفصلهم، وعشان كده بتديني رف الريجولار سيرفس لو انا جيت افصلهم من بعض. يبقى الجرين اوف وود، الشكل الوود الخشب نفسه يبقى شكله عامل زي اما ستريت جرين، نتيجة ان هو بيبقى عبارة عن صفوف ورا بعضها بتبقى بارل لبعضها، وبالتالي سهل ان انا افصلها، الفايبرز بتبقى متوازية. لكن في حالة ما تبقى انترلوكد عاملة لي شبكة بتبقى صعب جدا ان افصلهم، وبتديني الرف الريجولار سيرفيس. طيب بالنسبة للهيستولوجي بيتكون طبعا عندي من ايه؟ واحد اللي هي تراكايدز. تراكايدز دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن سنجل سيل، خلية واحدة بتبقى ليها tapering and bluntly point ends، واحدة بتبقى tapered end واحدة بتبقى blunt end. ممكن تديني ايه؟ ممكن تديني bits او bordered bits اللي جواها، اللي هي البيتس اللي هي الايه زي الخروم دي كده او الفتحات دي بتبقى موجودة جواها. ده بتعتمد على الadjacent cells او الخلايا اللي بتبقى جنبها. يعني دي في الاخر عبارة عن ايه؟ single cells. الفيسلز دي بتبقى عبارة عن تيوبس، والتيوبس دي فورمد باي ايه؟ يعني ايه؟ يعني خلية جنب خلية جنب خلية هصلهم فيوجن مع بعض، وبالتالي تديني ايه؟ تديني الفيسلز. يبقى الفيسلز عبارة عن تيوبس فورمد باي سيل فيوجن where the transverse walls of the cells are partially or completely dissolved. وطبعا زي ما احنا عارفين ان انواع الزايلم فيزلز اخدناها قبل كده، في منها السبايرال، نجينا نبص عليها، في منها السبايرال، وفي منها الانيولر، في منها ريتيكوليت، وفي منها البيتد فيزلز. ده اللي هي الايه؟ اللي هي السكندري زايلم. لكن البرايمري زايلم بيتكون اساسا من الانيولر والسبايرال. طيب اللي بعد كده، احنا كده خدنا تراكايتس واخدنا الفيزلز، التالت اللي هي مين؟ اللي هي الفايبرز. دي بتبقى الميكانيكال سبورت اليمنت بتاع الوود، بتبقى يوجوالي بيتد، ممكن تكون ثين وول زي في حاله الكواشيا، ممكن تكون ثيك وول زي في حاله الجوياكم، ممكن تكون سبتيت فايبر زي في حاله الجينجر. الزايلم بارينكما دي ممكن تكون موجوده في شورت لونجيتودينال روز، يعني بتبقى عباره عن صفوف طوليه ولكن قصيره، كل صف منها بيبقى اساسا جاي من خليه من خلايا الكامبيوم، دي بتبقى ليجنيفايد وبتد. في بعض الاحيان بلاقي ان الخلايا بتاعه البارينكما بتبقى فيوزي فور، دي بسميها السبستيتيوت فايبرز. عباره عن ايه؟ عباره عن فايبر لايك بارينكما كونتيننج ستارش اند اذر ستورج ماتيريال. دي اللي هي مين؟ اللي هي السبستيتيوت فايبرز او الفيوزي فور بارينكما. اللي بعد كده الاليمنت اللي بعدها اللي هو مين؟ الميدالري ريز، دي بتبقى عبارة عن خلايا ريكتانجولار بارينكما سيلز تبقى بيتت ويونيفايد. اول مثال عندنا من الوود اللي هو الكواشيا وود او الجامايكا كواشيا. البوتانيكال اوريجين بتاعها عبارة عن ايه؟ الوود اوف بيكرازما اكسلسا فاميلي سيما روبيسي. دي بتبقى موجودة في الويست اندس وموجودة كمان في الجامايكا، عشان كده سميناها جامايكا كواشيا، ده النوع بتاعها. ده طبعا شكلها ايه؟ شكلها زي ما احنا شايفين كده، ده اللون بتاعها، بتبقى yellowish white chips، بتبقى straight grains زي ما قلنا عليها قبل كده، اللي هي عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن layers split easily، بتبقى شكلها بارل لبعضها. الرينجس اللي بتبقى موجودة فيها، الانيوال رينجس الموجودة في الوود بتبقى absent. الوود هنا هيبقى من نوع اللي هو الديفيوز. بالنسبة لي المايكروسكوبيكال كاركترز،
فاحنا هنعمل ايه؟ علشان نشوفها هنعمل قطاعات في اللود، القطاع في الاتجاه ده، والقطاع في الاتجاه التاني، والقطاع في الاتجاه التالت. ده الترانسفيرس سيكشن بتاع الكواشيا وود، بيبقى موجود فيها الوود اليمنتس الموجودة عندنا، بتبقى ترانسفيرسل باي ميدانري ريز، يعني ميدانري ريز بتبقى ماشية عليها ترانسفيرسلي. دي بتبقى عبارة عن ريكتانجلر بيتد سيلز، بتبقى موجود فيها الستارش، موجود فيها البريزم اوف كالسيوم اوكساليت. رقم اتنين بيبقى موجود عندنا الزايلم فيزلز، دي بتبقى من النوع ديفيوز بورس زي ما قلنا من شوية. والفايبرز بتبقى على هيئة وايد ليومن وتبقى ليها بوينتد اندز. الوود برينكما بتبقى فيها الفايبرز كمان موجودة معاها، بتبقى فورمينج الكريستال شيس زي ما احنا شايفين في الرسم موجود عندنا. موجود عندنا الزايلم فيزلز اللي هي الاي، البي اللي هي الميدالري ريز، والسي اللي هي الزايلم فايبرز اللي هي الموجودة هنا. بالنسبة للسكشن او longitudinal سكشن، في عندي اللي هو التانجنشال، بلاقي فيه ان الزايلم اليمنتس تبقى موجودة في صورة طولية longitudinal rows اللي هي صفوف طولية، ولكن الميدالري ريز بتبقى موجودة على هيئة lenticular groups، عشان كده بنشوفها على شكل عديسات. طب لو انا هشوف الراديال سيرفيس او راديال ال اس، بلاقي ان الزايلم اليمنتس تبقى موجوده برضه في صوره طوليه عادي زي الزايلم ليزلز اهو، ويبقى عامل معاها شبكه او كروسد باي الميدالري ريز، ده شكلها. عشان كده بلاقي في اللونجيتودنال راديال اللي هو الراديال لونجيتودنال سيكشن، بشوف فيها عباره عن ايه، عامله زي الشبكه بالظبط. يبقى الموجود عاملة زي الشبكة، ده هيبقى اللي هو الراديال، اللي هيبقى موجود فيها العدسات ده هيبقى اللي هو مين، اللي هو التانجنشال. طبعا ليه هيبان شكل العدسات، وليه هيبان بالطريقة دي، وليه هيبان الراديال بالشكل ده، وتي اس زي ما احنا شارحينه من شوية، ده هشرح لكم في العملي. البودر بتاع الكواشيا، زي ما احنا شايفين ان الكواشيا او الكواشيا وود ده بيبقى عبارة عن ايه؟ وود، كل الاليمنتس الموجودة فيها بتبقى لجنيفايد. عشان كده هشوف فيها ايه؟ هشوف فيها يا اما بيزلز، هشوف فيها وود فايبرز، هشوف فيها الميدالري ريز، هشوف فيها قطع من التي اس، هشوف فيها راديال، هشوف فيها تانجنشال فيوز، وبالتالي دي عبارة عن ايه؟ اجزاء كلها بتبقى لجنيفايد. يعني في الاخر هقول عليها all elements are lignified. ممكن اشوف فيها free calcium oxalate، ممكن اشوف فيها كمان starch. ادي شكل البودر، ممكن اشوف فيها بارس من التانجنشال سيكشن، بارس من الراديال لونجيتودنال سيكشن، ممكن اشوف فيها اجزاء منفصله من الوود فايبرز او الوود بارينكما او الميدالري. الاكتيف كونستيتوينت هتبقى عباره عن بيتر برينسيبل من الكوشين ونيو كوشين، هيبقى عندي يلو كالرنج ماتر، ويبقى مفيش عندي تن. عشان كده الاستخدامات هستخدمها نون استرينجنت بيتر تونيك، هستخدمها بارازيتيسايد فور هيد اند بودي لايس، ممكن استخدمها انيما 2 اكسبل تريد وورم، ممكن استخدمها انسكتسايد اجين سيرتن اجريكالتشرال انسكتس. عندي كواشيا حاجه تانية بتبقى كاللايد ليها اللي هي مين، هي سورينام كواشيا، بسميها الكواشيا اماره، بتبقى قريبه جدا منها، ولكن الميدالري ريز الموجوده فيها بتبقى يوني سيريات، ما بتبقاش مالتي سيريات زي في حاله مين، الكواشيا اللي احنا اخدناها اللي هي الجامايكا كواشيا. البارينكما بتبقى موجود فيها كالسيوم اوكساليت في حاله الجامايكا كواشيا، ولكن هنا البارينكما ما فيهاش، في حاله الكواشيا اماره ما فيهاش كالسيوم اوكساليت. الدل وود البوتانيكال اوريجين بتاعه عباره عن الوود اوف باينس سيلفسترس اللي هو الباين او الريد او اليلو ديل، بسميها البيشيا اكسلسا او الوايت ديل، ده فاميلي باينيسي، دي بتبقى موجوده في كندا والولايات المتحده الامريكيه. الاكتيف كونستيتوينتس الموجوده فيها اللي هي الريزن عباره عن 1% كلوفوني، موجود فيها فولاتايل اويلز زي التربنتاين اللي هو زيت التربنتينا، موجود فيها سيلولوز 75%، موجود فيها لجنين. نسبة السليلوز العالية دي بيخلينا نستخدمها في المانيفاكتشر اوف بيبر اند سنسيتيف فايبر. موجود الكلوفني عندي يبقى هستخدمها دايوريتك وستيمولنت، ممكن استخدمها كسورس اوف تربنتاين اويل او زيت التربنتين. طيب الجوياكا المثال الثالث اللي هو عبارة عن ايه؟ الهارت وود اوف الجوياكا اوفيسينال،
and Guaiacum sanctum ده فاميلي زيجوفيليسي، دي موجودة في غرب الهند وجنوب أمريكا. الأكتيف كونستيتوانس الموجودة فيها عبارة عن ريزن ألفا وبيتا غوايكونيك أسيد، موجود فيها كمان السابونينز، أنواع السابونين دي بستخدمها تبقى ليها لوكال ستيمولانت أكشن، بستخدمها في السور سروت اللي هو احتقان الحلق. ممكن استخدم الريزن الموجود فيها بيبقى في الكرونيك جاوت والروماتيزم، ممكن استخدمها في المانيفاكتشر اوف الوود ارتكلز اللي هي الادوات الخشبيه. لما بيجي نكشف عنها بناخد تينكتشر بتاعها بحط عليها فيريك كلورايد بتديني البلو كلر، ده نتيجه ايه؟ نتيجه الجوياكونيك اسيدز الموجوده مع الفيريك كلورايد بتديني فورميشن اوف الجوياك بلو. احنا كده خلصنا الوود، هيبقى كده فاضل لنا الجولز، دي اخر حاجه. والجولز هي عباره عن pathological outgrowths formed on the twigs of Quercus infectoria family Fagaceae. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي ايه؟ عندي شجره اسمها Quercus infectoria دي تبع family Fagaceae، بينمو عليها pathological outgrowths يعني نمو مرضي، ده اللي هو مين؟ اللي هو الجولز. طيب النمو المرضي ده او الباثولوجيكال outgrowths ده جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه بيحصل deposition of egg by الجول wasp insect family cynipidae، يعني عندي حشره الحشره دي تبقى من family cynipidae بتحط الايجز بتاعتها على التويجز اللي هي الاغصان بتاعه النبات اللي هو الكوركس انفكتوريا، والايجز دي بتكون عليها الباثولوجيكال outgrowth. ادي الاغصان اهي موجوده وفي منها ادي الورق، لو عملنا زومينج بيبتدي يحط الانسك دي بتحط الايجز بتاعتها وتبتدي تتكون عليها الباثولوجيكال outgrowth اللي هو واخد اللون البني ده، ويبتدي ينمو 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 لحد ما يبان عامل زي الايه؟ السفيريكال انشي. عشان كده لما بتطلع بالشكل بتاعها بتديني سب سفيريكال انشيب، بتبقى في الاول لونها واخد على البلوش جرين او اوليف جرين كلر، ولما يحصل لها هاردنينج بتتحول الى اللون الدارك اللي احنا لسه شايفينه من شويه او نشوفه دلوقتي. الهارد and sink in water يعني لما تيجي تشوفها تضغط عليها بتلاقيها هارد، وتيجي تحطها في الميه بيحصل لها سينكينج. بيبقى في عليها small bluntly conical projections، يبقى عليها conical projections عليها من على السيرفس، ملهاش odor and stringent taste، ليها stringent taste. بتبقى ليها astringent taste ده بيبقى followed by sweetness sensation، يعني في الاول بيبقى طعم قابض وبعدين يديني طعم حلو او احساس بطعم. الباودرز بتاع الجولز دي بشوف فيها ايه؟ بشوف فيها فايبرز سكلرايد، بشوف فيها لارج ثين وولد سكلرايد، بشوف فيها ثيك وولد سكلرايدز، بالاضافه لايه كمان؟ هي كلها سورس اوف تانين، فممكن الاقي فراجمنتس اوف تانين. اشوف التانينز ازاي؟ ان انا لو حطيت عليها الفيريك الاكتيف كونستيتوانت في الجولز دي عباره عن تانين تبقى 50 لـ 70%، بتبقى من النوع اللي هو البايروجالو تانين. لما بحط عليها الفيريك كلورايد عشان اعمل كيميكال تيست بتديني البلوش بلاك كلر. اليوزز بستخدمها از لوكال استرينجنت، طبعا اليوز بتاع التانين بيبقى استرينجنت، بستخدمها از لوكال استرينجنت از سبوزيتوري ويد اوينتمنتس، يعني ممكن تكون في حالات الهيمورويدز. ممكن استخدمها في التانينج اند داي اوف مانيفاكتشرنج اوف ليزر اللي هي في دباغه وصباغه الجلود. كمان ممكن استخدمها ان مانيفاكتشر اوف الانك اللي هي الاحبار، طبعا لان هي بتديني اللون اللي هو البلوش بلاك كلر مع الفريك كلورايد. كده بيبقى اخر حاجه اخدناها في المحاضره، وكده خلصنا الجزء بتاعي. ربنا يوفقكم ان شاء الله وبالتوفيق.